أكل معرض العسل ومنتجات خلية النحل الذي فتح أبوابه للزوار بمدينة وهران محطة أخرى لتعريف المستهلك على فوائد العسل ومنتجات الخلية. تلاقينا هنا باش يكون احتكاك أولا مع النحالة، ثانيا يكون اتصال مباشرة مع المواطنين باش يجوا يتعرفوا على المنتوج من ناحية، ومن ناحية أخرى نزرعوا ثقافة الاستهلاك تاع المنتوج تاعنا. أقسام تأهيلية فتحها مركز التكوين المهني أمام محبي مهنة النحل من أجل تكوينهم ومنحهم شهادات وامتيازات خصصتها الدولة من أجل تنمية هذا القطاع. في الفورماسيون في 3 أشهر رانا نلحقوا حتى 600 مربي النحل في السنة في العام، في مقص بعد التكوين من بعد التكوين كل مربي النحل كيكون كنحال عنده خلايا النحل عنده الحق باش يستافد من قطعة أرض في مع طريق محافظة الغابات اللي نشكرها بزاف ونشكر محافظة الغابات اللي باش يحط هذه الخلايا تاعه تاع النحل. إنتاج وفير يقابله بيع ضئيل هي المعادلة التي لم يجد لها منتجو العسل حلا أمام نقص نقاط ومراكز البيع المخصصة لمنتجي العسل. في 2017 وصل 200 طن في ولاية وهران في نص النحات. المنتوج تاعنا راه يقعد لنا من عام للعام، رانا عندنا مونك بزاف، ماذا بينا يدير لنا خواص ولا جمعية تكلف بمنتوج النحل ولا تصدير منتوج النحل بصفة عامة. هذا النحل يستافد من اماكن ولا مناطق ولا بلايص دي بوين دو فونت باش يبيع المنتوج تاعو نيفو دو لاويلاي ونيفو دورو. اهتمام الدولة بهذا القطاع يعد امرا مهما، الا انه لا يزال يعاني من عدة نقائص يتخبط فيها مربي النحل في ظل غياب فرص بيع المنتوج.